هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 26 من أبريل. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يفتح الزميل أحمد شريف نافذة هذا الأسبوع الثقافية على الفلسفة والشعر. وقبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. بابا الكنيسة الأرثوذكسية المعين يندد بوسائل الإعلام. مؤتمر في باريس يناقش قضايا القرن الأفريقي. فوز الروائية هدى بركات بجائزة البوكر للرواية العربية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. قام باب الكنيسة الأرثوذكسية المعين من قبل الحكومة الإريترية الأنبا لوقاس بإرسال رسالة إلى الكنائس في الداخل يندد فيها بجهات تهدف إلى إيقاع الفتنة داخل الكنيسة. وأشارت الرسالة التي حصلت إذاعة إرين على نسخة منها بأن هناك جهات إعلامية خارجية تعمل وفقا لأجندة خفية من أجل إيقاع الفتنة داخل الكنيسة، وأن أي أخبار غير صادرة عن المجلس الكنسي للكنيسة الأرثوذكسية تعتبر غير حقيقية كما قالت الرسالة. الجدير بالذكر بأن الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية وعبر مجلسها الكنسي ترفض الأنبا لوقاس كبابا لها بدلا من الأنبا أنطونيوس باب الكنيسة المنتخب، والذي وضعته الحكومة الإريترية قيد الإقامة الجبرية منذ ما يزيد عن 13 عاما. ويبلغ الأنبا أنطونيوس المحتجز من العمر 94 عاما، ولا تسمح له الحكومة الإريترية بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. شاركت إذاعة إرينا يوم الأربعاء الماضي في المؤتمر الذي عقدته منظمة Think Africa والمركز الأوروبي للسلام في القرن الأفريقي وجامعة السوربون، والذي خصص لتناول التطورات الراهنة في القرن الأفريقي، المشاكل والآفاق. وقسم المؤتمر إلى ثلاثة موائد مستديرة شاركت الإذاعة في الأولى منها، والتي كانت حول التطورات السياسية في القرن الأفريقي وإنعكاساتها. وشارك فيها أيضا الباحث ألان غريش مدير مركز أورينت 2021، والمؤرخ الفرنسي جيرار بروني، والدكتورة رقية عثمان المتخصصة في الأمن والسلم الدوليين وهي من جيبوتي. وكان هناك أيضا مائدة ثانية شارك فيها البروفيسور ألان غاسكون من المعهد الفرنسي للدراسة الجيوبوليتيكا. وشاركت أخيرا إذاعة إرينا في المائدة الثالثة وهي عن الإعلام في القرن الأفريقي، وزاملنا فيها محرر صحيفة لومانيتي الفرنسية أوبوا وورنو فيرجي من مراسلون بلا حدود. وفي المائدة الأولى قال ممثل الإذاعة على أن إريتريا وبعد ما يقارب العام من اتفاق السلام مع إثيوبيا لم تشهد أي تحولات أساسية فيما يتعلق بالحريات وتسريح مجندي الخدمة الإجبارية، وفوق ذلك لم تشهد خطوات نحو انسحاب القوات الإثيوبية من الأراضي الإريترية وتطبيق قرار ترسيم الحدود، وهي الشروط التي كانت تضعها إريتريا لتحقيق أي سلام مع إثيوبيا، وأن أي سلام لا يحقق تغييرات داخلية جذرية يعتبر سلام فوقي بين شخص واحد ودولة واحدة، وقد لا يلزم الشعب الإريتري مستقبلا. أما في الطاولة المستديرة الثانية حول الإعلام، فقد ركز ممثل إذاعة إرينا على أن الأوضاع في إريتريا استثنائية بشكل خاص إنجاز التعبير، حيث لا تقارن بدول الجوار التي تتمتع كلها بهامش حريات إعلامي، بينما إريتريا يشهد لها سجلها في مجال الحريات، وأنه لا يمكن فصل قضية حرية التعبير والصحافة عن مجمل قضايا الحريات في البلاد. وأكد ممثل إذاعة إرينا بما أنه لا يمكن فصل الإعلام عن رأس المال في الغرب، فإنه لا يمكن كذلك فصل قضايا الإعلام
عن قضايا الحريات في أفريقيا عامة وفي إريتريا بشكل خاص. فازت الروائية اللبنانية والتي تقيم في باريس هدى بركات بجائزة البوكر للرواية العربية لهذا العام، وذلك عن روايتها بريد الليل. وقال القائمون على الجائزة بأن رواية بريد الليل تعبر عن تجربة في الكتابة الروائية شديدة الخصوصية بتكثيفها واقتصادها اللغوي وبنائها السردي. وفازت بركات بعد وصول روايتها إلى القائمة الأخيرة للجائزة البريطانية السنوية والتي تبلغ قيمتها 39 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 50 ألف دولار. وبموجب هذا الفوز ستترجم الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بهذا الخبر الثقافي نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. باب الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية المعين يندد بوسائل الإعلام. مؤتمر في باريس يناقش قضايا القرن الأفريقي. فوز الرواية اللبنانية هدى بركات بجائزة البوكر العربية للرواية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، قدمناها لكم من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بكم سيداتي سادتي إلى حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية. في هذه الحلقة أيها الإخوة المستمعون نتناول موضوعا عنوانه فلسفة المرض وحكمته البليغة وفن التعامل مع الآلام ومعاناة الحياة، بقلم البروفيسور الدكتور مهند الفلوجي من لندن، نقلا عن مجلة فكر الثقافية. هذا في الجزء الأول. وفي الجزء الثاني من هذا البرنامج سادتي نقدم لكم قراءة لقصيدة الشاعر العراقي الكبير الأستاذ عبد الرزاق عبد الواحد، كبير على بغداد أني أعافها. فأهلا ومرحبا بكم سادتي إلى هذا البرنامج. هذه إذاعة إرينا. عزيزي المستمع، يقول البروفيسور مهند الفلوجي في مقالته: لا حصانة لطبيب ولا لصيدلاني ولا لأحد من البشر أيا كان من المرض والمعاناة والمصائب، الكل له نصيب منها، فلا مندوحة لأحد من المرض. فكم من طبيب يعاني من أمراض الحساسية، وكم من زعيم وقائد مصاب بالسرطان، وكم من عظيم يعاني آلام الظهر والفقرات والقضاريف، وكم من طفل مشوه أو معاق أو ذعاها، وكم وكم. بل قد يموت الطبيب من مرض كان يطببه بنفسه، وقد يعيش مريض رغم كل المعطيات والمؤشرات الطبية لموته، كما في رائعة أبي العتاهية حين يقول: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ جرحه فيما مضى. ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، إلى آخر ما قال أبو العتاهية الشاعر الحكيم. ويقول البروفيسور مهند: ولا يستثنى نبات ولا حيوان ولا حتى جماد من المرض، فكم من أرض بور ومن قيعان موبوءة بالطاعون، وكم من بركة ماء تستفحل فيها الهيضة أي مرض الكوليرا، وكم من بيت جدرانه ملوثة بالبكتيريا القاتلة، وكم من حجارة تكون موطنا للفطريات. السؤال المهم الملح عزيز المستمع، كما يقول البروفيسور: إذن لماذا خلق الله المرض؟ سؤال لا تجيبه بل ولا تدرسه معظم، إن لم يكن جميع كليات الطب في العالم، مع أنه سؤال في صميم المهنة، وهو سؤال له عواقب خطيرة في الفكر الإنساني وثقافة الشعوب. فالبعض كما يقول البروفيسور ألحد ورفض وجود الله، لأنهم لا يستطيعون التوفيق بين الله القدير العليم الرحيم وبين المرض والشر والمعاناة في الحياة. عدم الإجابة على هذا السؤال استحث المشككين مثل بروفيسور كامبريدج الشهير وعالم الكونيات والثقوب السوداء ستيفن هوكينغ، مؤلف كتاب تاريخ مختصر للوقت، وفلاسفة الإلحاد الأربعة سام هاريس وريتشارد داوكين وكريستوفر هيتشنز ودانيال دنيت
للإعلان أنه لا يوجد إله أي الله، بل إن ستيفن صار قبل وفاته في مارس 2018 عن عمر ناهز 76 سنة يتجرأ وينتقد إيمان إسحاق نيوتن وأينشتاين بالله. فمثلا قوله: لذا كان أينشتاين مخطئا عندما قال الله لا يلعب النرد، أي الله لا يلعب النرد. فالنظر إلى الثقوب السوداء يوحي ليس فقط أن الله يلعب النرد، ولكنه أحيانا يربكنا بنثره الثقوب السوداء في أماكن لا يمكن النظر إليها. يمكنكم كما يقول البروفيسور مراجعة كتاب هل يلعب الله النرد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. فوا عجبا كما يقول البروفيسور لتطاول هؤلاء الملاحدة رغم فلسفتهم وعلمهم الناقص. لقد كانت وطأة المرض تلقي ظلالها الثقيلة على هيونك الذي أصيب بمرض العصب الحركي وهو ابن 21 سنة، وقد أعلن الأطباء أنه لن يعيش أكثر من سنتين. مع ذلك جاهد المرض بعزيمة ورباطة جأش حتى تجاوز عمره 76 عاما، وهو أمد أطول مما توقعه الأطباء. كان الأولى بستيفن أن يشكر الله على ما أمده بالعمر المديد الذي أتاح له فرصة العطاء في علوم الفيزياء النظرية بدل الإلحاد وإنكاره وجود الله، بعد حين جعله المرض مقعدا. ولكنه مع ذلك استطاع أن يجاري بل وأن يتفوق على إقرانه من علماء الفيزياء، رغم أن أجسادهم كانت سليمة ويستطيعون أن يكتبوا المعادلات المعقدة ويجروا حساباتهم الطويلة على الورق، بينما كان ستيفن يجري الحسابات في ذهنه ويفخر بأنه حظي بذات القلب وكرسي الأستاذ، أي اللقب عفوا، وكرسي الأستاذ الذي حظي به من قبل السير إسحاق نيوتن. وصار ستيفن رمزا في إرادة تحدي الإعاقة والمرض الذي دام حوالي 55 عاما مع تطور مرضه، وبسبب إجرائه عملية للقصبة الهوائية بسبب التهاب في القصبة أصبح ستيفن غير قادر على النطق أو تحريك ذراعه أو قدمه، أي أصبح غير قادر على الحركة تماما. فقامت شركة إنتل الأمريكية في كاليفورنيا للمعالجات والنظم الرقمية بتطوير نظام حاسوب خاص متصل بكرسيه، يستطيع ستيفن من خلاله التحكم بحركة كرسيه والتخاطب باستخدام صوت مولد إلكتروني وإصدار الأوامر عن طريق حركة عينية، أي حركة عينيه ورأسه، حيث يقوم بإخراج بيانات مخزنة مسبقا في الجهاز تمثل كلمات وأوامر. ورغم أن الكنيسة لم تكن يوماً جزءاً من حياة ستيفن، ورغم أن زوجته الأولى الكاثوليكية تركته لإلحاده، إلا أن العائلة قررت إقامة مراسيم دفنه بالكنيسة تحاشياً لانتقاده ولعنته بعد موته. كان هناك 500 مدعو لجنازته، أي جنازة ستيفن، وقيمت في 31 من مارس 2018 في سانت ماري للكنيسة الكبرى في كامبريدج. ورغم إلحاد ستيفن فإن أولاده لوسي وروبرت وتيم اختاروا هذه الكنيسة المرموقة لتوديعه، وأصدر أولاده بيانا برروا فيه ذلك بقولهم: إن حياة والدنا وعملنا يعنيان أشياء كثيرة لكثير من الناس المتدينين وغير المتدينين على حد سواء، لذا فإن الخدمة ستكون شاملة وتقليدية على حد سواء، مما يعكس اتساع وتنوع حياته. وجهزت عائلة ستيفن وجبات عيد الفصح المجانية لثلاثة أيام في عطلة نهاية الأسبوع للمشردين في كنيسة ويسلي الميثيودية في كامبريدج يوم جنازته. وأحرقت جثته في 15 من يونيو 2018 وطمر الرماد في مقبرة ويست مينستر بلندن قرب بقايا العالم الشهير إسحاق نيوتن. هذه إذاعة إرينا. ويقول البروفيسور مهند: حكمة المرض البليغة. تحت هذا العنوان كتب يقول: يمكن تصنيف الحكمة البليغة من وراء المرض تحت عنوانين كبيرين: الحكمة الطبية والحكمة الشرعية. ففي الحكمة الطبية يقول: الحكمة الطبية البحتة
لعل الابتداء بالأسباب الطبية يتلائم هنا ليرضي شريحة المتشككين والملحدين بالله لإثبات الحكمة بالدليل المادي الدنيوي قبل الديني، وإن كان كلاهما مرتبطان بالإرادة الإلهية. واحد، لتقديم الطب والجراحة والقبالة والتحاليل الطبية المختبرية والصيدلية لأمراض لا عهد لهم بعلاجها من قبل، كمرض السكري واكتشاف الأنسولين لعلاجه وعلاج الحميات والأمراض المعدية باكتشاف البنسلين، وللعلاج المتطور ضد الفيروسات والميكروبات والطفيليات المختلفة. ولقد صدق الله تعالى في قوله: ويخلق ما لا تعلمون. فلقد صار مرض السيفلس والتدرن الرئوي والجدري والكوليرا والطاعون وشلل الأطفال أمراضا من الماضي السحيق بسبب اكتشاف اللقاحات ومضاد الحياة. ثانيا، لتبيين ضعف الإنسان المتكبر، حيث إن أبسط الكائنات مثل الفيروس والبكتيريا والطفيلي يسببون الأمراض التي تجعل الإنسان منهكا ضعيفا كرادع له ليتأدب ويتواضع ويعرف حدوده. وما ألطف عبارة الممثل العالمي كلينت ستيوارد حين قال في نهاية الفيلم بقولته المشهورة: على الإنسان أن يعرف حدوده. ثالثا، لمعرفة مواضع الوباء، فلا يرتاد أحد أماكن العدوى لأجل العزل الطبي، ويسرد الإعجاز النبوي الفريد في الحديث النبوي: إذا حل الوباء الطاعون بأرض فلا تدخلوا فيها ولا تخرجوا منها فرارا منه، أي من الوباء أو الطاعون. رابعا، للرزق والعيش والتكسب المهني الطبي للأطباء والجراحين والمحللين والصيادلة والممرضين والقابلات. خامسا، لتوازن أعداد البشر ولادة وموتا، فالأمراض الفتاكة والحوادث القاتلة تعيد كفة التوازن لنصابه مع كفة المواليد. سادسا، لتنشيط جهاز المناعة ضد المرض، أي الأمراض التي تصيب الإنسان، بتكوين الأمراض المضادة للأجسام. سابعا، لتجديد الأنسجة في العضو المصاب بعملية اندمال الجرح وتعويض الميت والقديم منها بنسيج نشط جديد. ثامنا، صارت أعمار البشر أطول من الأعمار بالماضي بسبب التقدم بعلاج الأمراض وعلوم الغذاء. ولعل معدل أعمار اليابانيين هي الأطول في العالم، 80 عاما، لولعهم الشديد بأكل السمك الني منه والمطبوخ، بينما معدل أعمار الأفارقة هي الأقصر في العالم انتشار الأمراض المعدية واستشراء العنف. تاسعا، للتعليم الذاتي وكيفية الوقاية والعلاج من الأمراض بمعايشتها، فلا يعرف الألم وسوء الهضم والقحة والإسهال إلا بأن تعيشها وتتعلم الوقاية منها. ولا تعرف الإنفلونزا مهما تكلمنا عنها إلا بالإصابة بها، فتأخذ العبرة بالابتعاد والتحصين مما يفضي إليها. كذلك التسمم بالطعام الشعبي بسبب المايونيز بيض ني تحت الشمس يستحسن تجنبه في الصيف والمناطق الحارة كما يقول بروفيسور مهند، أو بسبب التلوث أثناء الطهي كما في الهند عموما. عاشرا، للتأقلم للطعام الجديد بالبهريز أو الحمية، حكمة القدماء: المعدة بيت الداء والحمية نصف الدواء. والنصيحة العربية أو في الأثر العربي الإسلامي: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وأكل ما هو مناسب للمعدة لتساعده على الشفاء، فيمتنع من أكل التوابل والفلفل والمخلل والحوامض والمقلي، ويبدأ يأكل مشتقات الألبان كاللبن الخاثر غير الحامض والجبن والمحلبي والكاستر والآيس كريم والطعام الطبيعي الطازج في موسمه بدل طعام العلب المحفوظة بالحوافظ الصناعية والضارة.
حادي عشر للسيطرة على الأمراض الجينية والعائدية عند ظهور حالات جينية في زواج الأقارب. وتأتي هنا الحكمة النبوية في الحديث المعجز: اغتربوا أو تغربوا حتى لا تضووا، أي تزوجوا الأغراب لمن الضعف في الذرية. أعزائي المستمعين، ومن موضوع فلسفة المرض وحكمته البليغة وفن التعامل مع الآلام والمعاناة، أي معاناة الحياة، للبروفيسور الدكتور مهند الفلوجي من لندن، قدمنا لكم الجزء الأول منه نقلا عن مجلة فكر الثقافية. في حلقتنا هذه من برنامج نافذة ثقافية ننتقل بكم سادتي إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج، وقد خصصناها إلى الفقرة الأخيرة منه، وهي مع الشعر والشعراء. فسنقدم لكم سادتي قصيدة للشاعر العراقي الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، فكونوا معنا سادتي المستمعين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع، حينما وصل إلى مسمع الشاعر العراقي الكبير عبد الرزاق عبد الواحد أنه تناسى بغداد، قال فيها هذه الأبيات الشعرية البليغة: كبير على بغداد أني أعافها، وأني على أمني لديها أخافها. كبير على بغداد أني أعافها، وأني على أمني لديها أخافها. كبير عليها بعدما شاب مفرقي، وجفت عروق القلب حتى شغافها. كبير عليها بعدما شاب مفرقي، وجفت عروق القلب حتى شغافها. تتبعت للسبعين شطآن نهرها، وأمواجه في الليل كيف ارتجافها. وآخيت فيها النخل طلعا فمبصرا إلى التمر، والأعذاق زاه قطافها. تتبعت أولادي وهم يملؤونها صغارا، إلى أن شيبتهم ضفافها. تتبعت أوجاعي ومسرى قصائدي، وأيام يغني كل نفس كفافها. وأيام أهلي يملأ الغيث دارهم حياء، ويرويهم حياء جفافها. فلم أر في بغداد مهما تلبدت، مواجعها عينا يهون ذرافها. ولم أر فيها فضل نفس وإن قست، ينازعها في الضائغات انحرافها. وكنا إذا أخنت على الناس غمة، نقول بعون الله يأتي انكشافها. ولم أر فيها فضل نفس وإن قست، ينازعها في الضائقات انحرافها. وكنا إذا أخنت على الناس غمة، نقول بعون الله يأتي انكشافها. ونغفو وتغفو دورنا مطمئنة، وسائدها طهر وطهر لحافها. فماذا جرى للأرض حتى تبدلت، بحيث استوت وديانها وشعافها؟ وماذا جرى للأرض حتى تلوثت، إلى حد في الأرحام ضجت نطافها؟ وماذا جرى للأرض كانت عزيزة، فهانت غواليها ودانت طرافها؟ سلام على بغداد شاخت من الأسى، شناشيلها أبلامها وقفافها. سلام على بغداد شاخت من الأسى، شناشيلها أبلامها وقفافها. وشاخت شواطيها، وشاخت قبابها، وشاخت لفرط الهم حتى سلافها. فلك تنفت بالخمر شطآن نهرها، ولا عاد في وسع الندام اكتنافها. وشاخت شواطيها، وشاخت قبابها، وشاخت لفرط الهم حتى سلافها. فلك تنفت بالخمر شطآن نهرها، ولا عاد في وسع الندام اكتنافها. سلام على بغداد لست بعاتب عليها، وأني لي وروحي غلافها. فلو نسمة طافت عليها بغير ما تراح به أدمى فؤادي طوافها. وها أنا في السبعين أزمع طعوفها، كبير على بغداد أني أعافها. فلو نسمة طافت عليها بغير ما
تراح به أدمى فؤادي طوافها، وها أنا في السبعين أزمع عوفها، كبير على بغداد أني أعافها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كنتم سيداتي سادتي مع قصيدة الشاعر العراقي الكبير عبد الرزاق عبد الواحد. عبد الرزاق عبد الواحد قدم القصيدة سلام على بغداد أني أعافها، وقدمنا لكم سادتي قبله في موضوع فلسفة المرض وكيفية تحديه للبروفيسور مهند الفلوجي. أعزائي المستمعين، تقبلوا تحياتي محدثكم أحمد شريف في التقديم، مقرونة بتحايا الزملاء فتح عثمان وبنيام سيمون. إلى لقاء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، وقبل نهاية فقرات برنامجنا أعيد تذكيركم بأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. باب الكنيسة الأرثوذكسية المعين يندد بوسائل الإعلام. قام باب الكنيسة الأرثوذكسية المعين من قبل الحكومة الإريترية الأنباء لوقاس بإرسال رسالة إلى الكنائس في الداخل يندد فيها بجهات تهدف إلى إيقاع الفتنة داخل الكنيسة. مؤتمر في باريس يناقش قضايا القرن الأفريقي. شاركت إذاعة إرينا يوم الأربعاء الماضي في المؤتمر الذي عقدته منظمة ثينك أفريكا والمركز الأوروبي للسلام في الغرب الأفريقي وجامعة السوربون، والذي خصص لتناول التطورات الراهنة في القرن الأفريقي. فوز الرواية اللبنانية هدى بركات بجائزة البوكر للرواية العربية. فازت الرواية اللبنانية والتي تقيم في باريس هدى بركات بجائزة البوكر للرواية العربية لهذا العام، وذلك عن روايتها بريد الليل. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبذلك نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وفي الختام أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الألكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى ضمن برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.